لا سيدي واحد الفقيه معروض لواحد العراضة. ايواو جالسين مجموعين على الطبلة قبل ما يحطوا لهم العشاء، ومن ظهره جا قبال واحد الهبيل. ما نقولوش ايه هبيل، حنا كنا هبال، هادي غير نكته. حنا اي واحد شفناه ما بحالوش مسكين كنقولوه هبيل، على كل حال هادي غير نكته. المهم جا قبلتو داك الهبيل في الطبلة، فاش حطوا لهم العشاء هذاك الفقيه شاف في التبصيل هو يبان له الطرف ديال اللحم الكبير جا مجيه داك الهبيل. ايوا داك الفقيه ما بغاش تصرط ليه، قال ويلي انا غادي يشمتني هاد خينا هذا. هو يقول داك الهبيل وا ولدي، قال له واش كتامن بالله؟ قال له والله يا ودي يا الفقيه. وقال له شتي ربي لا بغى يقلب الدنيا هاك يدير يقلبها. هو يدور الطبسي اللي عنده. ايوا داك الهبيل عاقبه ويقول له الفقيه ايوا واش انت والله؟ قال له حاشا لله واش نكون انا والله. ايوا قال له رد الدنيا لبلاصتها.